فعشان خاطر نتفادى نقطتين، نقطة الأكونتات إن هي تتسرق عن طريق الثغرة الفيتنامية المشهورة اللي بتسرق صفحات الفيسبوك عن طريق ملفات الارتباط دي، لازم نعمل الخطوات دي، لأنه انتشرت الأيام اللي فاتت من أسبوعين بالظبط وأكتر، صفحات بتصحوا من النوم تلاقوا الصفحات الرسمية أو الصفحات الكبيرة اللي هي مثلا حد عنده صفحات تجارية وغيره تلاقيها مسروقة تماما. دي بسبب الصفحات الثغرات اللي موجوده عن طريق ملفات الارتباط. هندخل على اي متصفح احنا موجودين عليه، هنلغي كمان لو احنا عملنا الخطوات دي هنلغي الاعلانات المزعجه اللي حضرتك قلتي عليها، اللي هي كل شويه تيجي في الاشعارات فوق، وكل شويه اعلانات كمان مسيئه بالادب، مش كويسه صحيح. خالص. بالظبط، حتى لو الموبايلات موجوده مع اولادنا بيلاقوا اعلانات غصب عنهم بتيجي. فلازم نعمل الخطوات دي. هندخل على المتصفح الرئيسي بتاعكم اللي هو كروم من شركه جوجل، هندخل عليه وبعد كده هتلاقي الثلاث شرطات اللي موجوده فوق، وبعد كده هتلاقوا حاجه اسمها هيستوري او سجل البحث. خطوات سهله ومش محتاجه اي حاجه، هيستوري او سجل البحث، وبعد كده هنمسح سجل البحث ده كله منذ البدايه او اول تايم، هنختار الاختيارين ده، يا اما بالعربي منذ البدايه او اول تايم. بعد كده هيتم الغاء جميع الارتباطات اللي موجوده وجميع الاعلانات المزعجه اللي موجوده، اللي هي اصلا بتخلص الباقه عشان الباقه تكمل معاك لاخر الشهر برضو، وكمان بتخلص البطاريه وبتستهلك من محتوى الجهاز الداخلي. يعني انا بشيل الهيستوري بتاع محرك البحث بالزبط. اللي انا عملته. بس خلينا نقول انه ممكن يبقى ليه مزايا، لو النهارده امهات بتسال كتير على الصفحه بتقول لك طب ما انا اعرف معلومات عن ولادي. حلو. او الصغيرين يعني طبعا عشان الكبار ما يزعلوش، يعني الصغيرين عايزه تتبعهم عشان تخايف عليهم. تمام، الخطوه دي احنا على قد ما احنا ممكن نعرف معلومات عن ولادنا بيها، لكن ممكن تضر ولادنا بان هم يدوسوا ويكليك على حاجه خطر او صفحات وهميه خارجه وابلكيشنز وهميه. لكن عشان نعرف معلومات عن ولادنا هننزل ابلكيشن اسمه فامي سيف، اف اي ام اي اس اي اف اي، فامي سيف. ده افضل تطبيق اداره الاب والام مع الاولاد، حتى لدرجه الفيديوهات التافهه اللي موجوده على التيك توك اللي هي الغير هادفه، او الفيديوهات الريلز اللي موجوده تقدر برضو تتحكم في ظهورها، وكمان تقدر تشوف ان هو هيكتب كومنتات لمين او بيكلم مين، او حتى تعرف مكانه فين وتسمع اللي حواليه كاولاد عشان خاطر لو هم في النادي او كده. وده برضو حل بيمنع من الاختطاف، لانه الموبايل لو موجود في ايد الولد وخدوه مش هيقدر يقفله، لانه اصلا البرنامج ده مش هيسمح للحرامي ان هو يقدر يقفل الموبايل التليفون. ولو حس انه في لعب في الموبايل اكتر من مره الشحن هيقفل له كل حاجه، هيخلي الانترنت شغال والابلكيشن بس شغال عشان يقعد فتره طويله ونحدد مكانه. فدي نقطه كويسه جدا لحل الاختطاف برضو للاطفال وكده، وربنا يحفظهم.